وفي معرض حديثه عن الاستقرار وترسيخ الأمن، أكد الشيخ الخنجر أن العراقيين ضحايا الاحتلال والطائفية والإرهاب، وأن التنظيمات الإرهابية شوهت الدين وهددت الحياة وأمن العراق واستقراره، فيما حذر في الوقت نفسه من خطورة الابتعاد عن الدين بسبب رد الفعل من التنظيمات الإرهابية. أيها الأخوة، يجب أن ننتبه لخطر محدق ضد ديننا وهويتنا، ألا وهو استخدام ردة فعل على التنظيمات الإرهابية وعلى ما قامت به هذه التنظيمات بأن نبتعد عن الدين. هذا خطر كبير يجب أن ننتبه عليه، ويجب أن نربي أبنائنا وبناتنا على الدين السمح الحنيف. نحن ضحايا الاحتلال وضحايا الطائفية وضحايا الإرهاب في آن واحد، ولكن بصبركم وبدعائكم وبتمسككم بالحياة استقر هذا البلد ووصلنا إلى هذه المرحلة.